مع حضراتكم سعيد لطفي، المنسق الاعلامي لبتاع الكوره بنادي الزمالك والاعلامي بقناه الحدث اليوم واون سبورت والتلفزيون المصري. كل الدعم للكابتن اسامه عرقص على قناته الجديده على اليوتيوب. بالتوفيق يا رب ان شاء الله، ودايما تمتعنا بالاخبار الجميله وتغطي لنا كل اخبار اسكندريه. بالتوفيق يا اسامه ان شاء الله. تحياتي.